انت بس اللي بتجاوب. ايوه تشجيع. الله اكبر تشجيع. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامج آية ومعلومة، يقدمه لكم الخطيب الصغير والقارئ حسين عبد الظاهر. يا ربي هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي في الحشر من عمل فينجيني. يا ربي جئتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، فهذا القدر يكفيني. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ الحمد لله بخير. حضرتكم طيبين؟ وأنت طيب. حضرتك زي ما أنتم شايفين بنعمل برنامج أسئلة دينية، آية ومعلومة. تحبوا تشاركوا معنا؟ تمام. السؤال الأول معنا بيقول: مسجدين ذكر في نفس السورة في نفس الآية، فما هما؟ المسجد الحرام والمسجد الأقصى. المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ما شاء الله، إجابة صحيحة. المسجد الحرام والمسجد الأقصى. تمام. ما شاء الله. تمام. إيه رأيكم بقى نروح الحرم المكي نسمع الآيات ونرجع مصر تاني؟ يلا بينا. يلا بينا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك. تمام. ايه رايكم نكمل في برنامج الاسئله، نسال تاني ونسمع ايات تاني؟ تمام. السؤال التاني معانا بيقول: نبيين ذكر في نفس الايه، فمن هما في اخر سوره؟ نبيين وموسى. مين؟ ابراهيم وموسى. ما شاء الله. هو انت بس اللي بتجاوب؟ ايوه تشجيع. الله اكبر. الله اكبر. ما شاء الله، اجابه صحيحه. ربنا يبارك فيك يا رب وربنا يحفظك. تمام. تحبوا بقى نسمع الدليل من القران بصوت الشيخ البنا؟ ايوه تمام. تمام يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع القران. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. الله أكبر. السؤال الثالث معنا بيقول: من هو الصحابي الملقب بذي النورين؟ مين صحابي؟ مين؟ عثمان بن عفان. ما شاء الله، إجابة صحيحة. هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لأنه تزوج من اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت واحدة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخرى، فلما ماتت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ودمعه على جبينه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة قال النبي: يا عثمان، والذي نفس محمد بيده، لو أن لي 10 بنات لزوجتهم لك حتى لو ماتوا واحدة تلو الأخرى يا عثمان. فلذلك سمي سيدنا عثمان بذي النورين. وطبعا في آخر كل حلقة بيكون معانا سؤال للسادة المشاهدين. سؤال السادة المشاهدين بيقول: كم عدد أجزاء القرآن الكريم؟ مستنين إجابتكم في الكومنتات، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. حبيب قلبك كتير.